تزيدوا موضوع جديد كسمع هاد الفكره تعجبكم. اليوم غادي نوريكم طريقه ديال المهلبيه. شحال ديال الناس كي ما كيعرفوش شنو هي مهلبيه. مهلبيه واحد الدسير زوين بنين الا تبعتوا المقادير وغذوكم وغتقولوا بس ما عندها الصح. نوريكم المقادير. عندنا الماء ديال الزهر، عندنا ايترو ديال الحليب، جوج فاني، عندنا الكوك، عندنا اللوز، عندنا الزبيب مرقد في العسل والزهر، عندنا التمر مرقد في العسل والزهر، عندنا ربعة المعالق ديال المايزينا، ربعة المعالق ديال السنيده. هنايا هاد الكوك والزبيب والتمر واللوز غير للتزيين ماشي من المقادير، حنايا غير بغينا نزينوهم. اللي ما عندوش هاد باش يزينو ولا تقدروا اللي عندكم تزينوا به، ولا تقدروا ديروا مهلبيه بوحدها. حنايا بعض المرات ما كيكونوش عندنا التزيين كنديروا مهلبيه بوحدها. واللي عنده اللي غيدير غير نص اترو يدير فاني وحده، يدير غير فاني وحده ويدير جوج معالق ديال المايزينا وجوج معالق ديال السنيده. يلا دابا اجي نوريكم طريقه ديال تحضير ديال المهلبيه. دابا غادي نخويو الحليب، غادي نديرو السنيده، كتشبت لينا مزيان السنيده، نديرو المايزينا، غادي نخلطو مزيان. واخا تحسو مايزينا لصقات ولكن هي كتذوب دغيا هي والسنيدة. دابا احنا فاش غنخلطوها مزيان، فاش نخلطوها مزيان وفاش كنحسو بالخليط بحال تخلط مزيان كنديروه في البوطة، وفاش كنديروه في البوطة كنبقاو نخلطو مزيان باش يطيب لينا هذا الخليط فين درنا. دابا ها هو الخليط ديالنا، كيولي ثقيل بحال كريم. دابا عافاكم فاش يكون في البوطه ما تزقوش من التحرك. دابا ها هو طاب لينا. دابا غادي نخلو جوج فاني، هنايا اللي عنده نص ايترو غادي يدير جوج معالق، واللي عنده ايترو غادي يدير ربعة المعالق. حنا عندنا ايترو نديرو ربعة المعالق، تكون معلقة عامرة. ثلاثة وهالرابعة. دابا غادي نخلطوه مزيان. هنايا هو هي المهلبية ديالنا، درناها في سليفات. هنايا إترو كيخرج لينا 10 زليفات. هنايا هما دابا قبل ما نزينوهم غادي نديرهم في التلاجة، حيت إلا درناهم وهما زيناهم وهما سخان غادي يهبط لينا هذاك الشيء، غيهبط هنايا تيبردو وعاد نزينهم. توقفو معايا. إذا ها هو المهلبية، درناها بردات شوية وزيناها. اللي ما توفرش عنده هادشي اللي كيزوم بيه يقدر يخليها عاديه، هي راه الا خليناها عاديه ولا طوخنا راه كتجي بنينه بزاف. ايوا هادي تقدروا هذا ديسير
تقدروا تاكلوه في العشاء في الكوتي اي وقت اش قالت لكم تاكلوه تصيبوه. ايوا الا كنتو كتبغيو بزاف تبعوا المقادير وغادي يعجبكم بزاف، انا متاكده بلي غيعجبكم. ايوا الا كان عجبكم وجربتوه ديروا لايك ابوني وديروا جرس والاشتراك في قناه باسم صابيري اوفيسيال. تقدروا عاوتاني تدخلوا لاباج ديالي في انستغرام باسم صابيري اومينيسكول، كتبوا اومينيسكول. باي باي.